ساسولو نابولي شاهدنا كيفاش الدوري الايطالي السيري اي الجوله 15 من كانت مباراه شيقه، مباراه اللي شاهدنا كيفاش شوط اول وانتهى 0-0، يعني وين ساسولو 0 نابولي 0. شاهدنا الشوط الثاني وين بدايه قويه بالنسبه لنابولي، يعني خارج ميدانه وين سيطره يعني بالطول والعرض، يعني كيفاش 57% نسبه استحواذ لصالح نابولي. شاهدنا كيفاش وين سباليتي اللي دخل بخطه 4-3-3، شاهدنا كيفاش 34% نسبه استحواذ لساسولو، 230 تمريره ساسولو، 328 تمريره لنابولي. شاهدنا كيفاش اليسيو المدرب تاع ساسولو اللي دخل بخطه 4-3-3، دخل ب 3-4-3، يعني 3-4-3. شاهدنا كيفاش المباراه كانت صعبه، شاهدنا كيفاش فابيان الذي سجل الهدف الاول في الدقيقه 51 لصالح نابولي، دريس مارتينيز يعني داريس مارتينيز اللي سجل الهدف الثاني وينقضى على احلام ساسولو اللي حاولوا من اجل التعديل لكن بدون جدوى، وين داريس مارتينيز الذي سجل الهدف في الدقيقه 60. شاهدنا اندريا من جانب ساسولو في الحراسة، جيريمي شنا جيان شنا روجيرو فيلارد شنا دافيد شنا ماكسيم لوبيز، يعني وين لعب دور كبير كذلك رغم أن تلقاو هدفين. دومينيكو شنا كيفاش وين جورجينس شنا نقولو ماتيوس اللي دخلوا في الشوط الثاني لكن بدون جدوى. شنا دافيد في الحراسة تاع نابولي، جوفيني شنا أمير رحماني ماريو كوليبالي بوتر شنا فابيان شنا ديريس مارتينيز مسجل الهدف الثاني، روزارو يعني وين نقولوا باللي اللي خرج دقيقة 46، الماس كذلك اللي دخل في مكانه. شاهدنا في الاحتياط ادم الوناس وفوزي غلام، يعني وين نقولوا باللي مباراة اللي كانت شيقة، مباراة شاهدنا فيها أهداف، شاهدنا فيها لعب جميل، شاهدنا فيها يعني كل يعني الأبجديات تاع كرة القدم. هذه هي مباراة اللي كانت في القمة، صحيح. مباراة كانت مجنونة، يعني وين شاهدنا كيفاش ساسولو وين يعود وين يفوز بالمباراة في الوقت البدل الضائع، يعني بعد ما عدلوا النتيجة في الدقيقة 89 وقت بدل ضائع، جورجيريو الذي سجل الهدف الفوز لصالح ساسولو وانتهت المباراة في هذه الجولة 15، ساسولو 3 أهداف، نابولي هدفين، وخروج سباليتي بالبطاقة الحمراء في الدور الإيطالي السيري أي.